عفريت. يا راجل، هو انت حضرتك مش جاي تصرف العفريت ولا جاي تصرف شيك؟ وش قلنا؟ العفريت اللي هنا اسمه شنة. يعني هم كل العفاريت بقى اسمهم شنة؟ وبعدين بقى؟ بس بقى يا بنات، ما تضايقوش الراجل ده، باين عليه علامة. انا خايفة قوي. شنة؟ نعم. مين اللي قال نعم؟ انا يا استاذ. انت اسمك شنة؟ لا انا منى. امال بترد ليه؟ ما ترديش، ما ترديش خالص عشان ما تتأذيش من شنة.